طيب أو بتفضل حيوان؟ إذا حيوان بحب أكون ضفدع. ضفدع؟ ليش؟ بتنط، ما بعرف، خلينا على الرومبو يمكن أحسن. أوكي. طيب بيبو، أنا شايف قدامك مجموعة من الساندويشات، هودي كلهم لإلك؟ كلهم. انت بتعرف انه في كتير دول بالعالم في اطفال جوعانة، في اطفال بتعاني من المرض بسبب الجوع، بدارفور، باماكن كتيرة بالعالم، بافريقيا، اثيوبيا، اوكي، بغيرها. ليه اللي ساعدنا عموني شهر؟ مرة اجا واحد زلمة شفنا بالطريق، كبير، هو عمره 30، قال لي هول الساندويشات لعلك؟ قلت له ايه. قال كيف مش حرام في اولاد بافريقيا جوعانين؟ تعرف شو عملت؟ شو قلت الساندويشات؟ قلت له تفضل. قال شو؟ قلت له خذهم اعطيهم للاولاد. شو عرفني وين الاولاد كيف؟ قلت له ايه ما تبقى تقطش وتشلع. ليش نحن اللي ما عم بتعمل اولاد؟ الدول الكبرى اللي ما عم بتعمل اولاد، مؤامرات هي عمو نيشان. شو يعني؟ شو يعني دول كبرى ومؤامرات بيبو؟ يعني كل، يعني في بلاد جوعانين لانه في دول كبيرة هيك بدها. مين؟ في اولاد؟ اي دولة كبيرة؟ مين مين اكبر دول؟ مين؟ 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 ما كله كذب. فكرونا مهيبين صغار ما بنعرف، كلها مؤامرات والعالم مهيبين بصدقوا. شو عندك رسالة أخيرة توجهها عبر الكاميرا لكل يلي عم يشوفوك ببرنامج ميني مايسترو؟ أنا بتمنى على الكاميرا بيبو. أوكي. بتمنى يصير في رواق بكل العالم ونحب بعض وما يكون في ظلم، أكثر شيء ظلم سيء. وبدي أشكرك، بدي أشكرك على المقابلة الظريفة. كيف طلعت مني كل هالحكي؟ انت روعة، انت فظيع، انت موهوب. بسم الله عليك، انا ما بحكي بهو التفاصيل. عن جد ميرسي كثير على الاستضافة. السؤال الأخير بهالحلقة من أكيد أكيد ميني مايسترو بيبو، مين بدك تبوس على كاميرتك؟ تبعت قبلة لمين؟ أو لك مين؟ ما بعرف. ما أنت ذكي يا نيشان. طلع الكاميرا، بعت قبلة لحد. هيدي لأحلى لاتا بالبلد بسري بنك. ولا مين بدك تقول شكرا؟ شكرا. شكرا لنيشان أول شيء، لأنه حسيت إنه في أمل بالحياة. واحد اللي عنده حلم لازم يضل مكمش فيه، هيدا كان حلم لإلي وحققته وإن شاء الله. إن شاء الله أنا بستضيفك عن جد بس أكبر بعد. شكرتي سلي. نحن بدنا نشكر بيبو بنهاية هذه الحلقة من أكيد أكيد ميني مايسترو. نحن بنشكر بيبو لحضوره معنا الليلة، على أمل أنه نلقاك بحلقات مقبلة. خلاص؟ خلصت الحلقة، انبسط؟ ما نسيت شيء؟ شو نسينا؟ في الموسيقى بصمة. البصمة، البصمة بدها أغراضها بس بيبو. ايه جبت، الحين معي بالبسمات برا. بتجيبهم؟ بكله عم جيبهم؟ كلها عم جيبهم. صدق حدا بفوت لهون؟ لا لا ما حدا بفوت لهون، هودي الساندويشات ب اوكي. ومحضر الالوان ومحضر عندك. نشفوا شوي من الشمس بس بعد بيشتغلوا. هيدا الكيي دستر، هودي ديموزيل امل بتشوفهم؟ تفاجئهم كلهم. برافو بيبو. مش حلوه؟ حلوه كثير. تمضي لي اياها عمو نيشان. هي هيك مع ساندويتش بيبو؟ ايه ما تبعتي. تبعتي طيب. بس من الامضى لحتى فوق التخت. يا ويلي بدهم يجيني باي مدرسة. بعدك حافظ عائلتي؟ عرفتوني يا عم. ميني؟ شكرا بيبو. اكتب لك هيدي بصمة بيبو. نحن نشكركم، حلقتنا انتهت، تصبحوا على خير. كيف عمو نيشان؟ وانت بيبو منك هين ابدا. ايه بس ابو فادي بدأ. معلي بيبو، بدنا ناخد بريك صغير، بريك الاخير، وبنرجع بنحكي عن الموضوع. اوكي؟ طيب اوكي. أعزائي المشاهدين، شفنا بيبو كيف التقى بنيشان. كتير حلو هاللقاء بيبو، وعميق. ما فيك ما تكون عميق مع عمو نيشان. بتفوت بالحيط صراحة. بعدين شفت قد ايه طولنا؟ بتعرف ليه؟
لا القمر الشعر دايما حلقاته طوال وما بيزهق منه، هاي ميني مايسترو هيك، بس مرة الوقت هيك ما حسينا. بيبو اخذنا كلمة من نيشان من بعد لقائك معه، بتحب تشوف شو قال؟ يا ويلي احلى شيء كلمات القمر نيشان، كثير بحبه. بيبو طفل خارق الذكاء، مش ناقصه دهاء، سندويشتين على الماشي ولطشات على رواق، حبني بالاعلام، حبيته كهاوي، ولكل الاهالي الكرام رساله، الاطفال اذكى مما منتوقعهم، فلنزرعهم حب وايمان واحترام وثقه حتى الحصاد يكون اكثر من انسان. انا بشكرك. حلو رهيبة هالزلمة يا ويلي. بتحب تضيف شي بنهاية الحلقة بيبو؟ صراحة أنا مفاجأة لهلا شوي ضايع. بتعرف ليه؟ لأن من بعد ما حققت حلمي مع عمو نيشان هلا محسوبك ماشي بلا حلم. بس عم بنبش على حلم جديد. غير الوتر أكيد. بس هلا بعتبر حالي مفرص. وبعدين بشوف شو بلاقي. بيبو على أمل إنك تلاقي حلم جديد نحن رح نختم الحلقة. بسطنا كتير معك، بس الوقت وصل للنهاية للأسف، بس أكيد رح نرجع أشوفك مرة تانية وثالثة ورابعة يمكن. نيشان صديق العزيز والمقدم اللي بحبه كتير، المشاهدين الليلة أكيد 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 حبوا الحلقة، كيف لا ونجم هالحلقة حضوره هالقد قريب وروحه هالقد حلوة. بشوفكم بحلقة جديدة يلا.